السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم معايا في قناتي أكلنا بالمصري. إن شاء الله النهاردة هنعمل البطاطس بصدور الفراخ. معايا كيلو بطاطس مقطعة مكعبات ونص كيلو صدور فراخ برضو متقطع مكعبات صغيرة، بصلتين، معلقتين سمنة، معلقة زيت ذرة، معايا معلقتين صغيرين فلفل أسود ومعلقة بهارات والملح. هقطع البصل ترنشات وهبتدي ان انا اشوحها في الصينية وهشوف هنعمل ازاي. انا هخرط البصل عندي هنا ترنشات زي كده، بالظبط كده. هكمل كمية البصل وهنحطها في الصينية مع السمنة وهنشوف هتعمل ازاي. انا حطيت السمنة هنا في الصينية، اول ما هتسيح هحط البصل عليها. هشوح البصل تشويحة خفيفة كده، مش هخليه يصفر طبعا، انا عايزاه يبقى ابيض. وهكمل مع البطاطس، بس اول ما يدبل سنة كده هحط له فلفل اسود عشان ياخد الطعم معاه. رشة فلفل اسود، اول ما احس انه دبل هحط عليه البطاطس على طول. بالشكل ده البصل دبل خالص، هحط البطاطس. هقلبهم مع بعض لحد البطاطس كما يبقى لونها اصفر شويه. واخر حاجه هحطها الصدور عشان هي مش بتاخد وقت في السوا، تستوي بسرعه. البطاطس كده اصفرت شويه. طبعا البصل بيكمل التحمير وانا بقلب البطاطس. هنحط الصدور، اقلبهم مع بعض كويس. استمر في التقليب لحد الصدور ما لونها يبيض وتدخل في السوا. قلبت الصدور لفترة بس ما استعجلش عليها، لحد ما احس ان هي خلاص دخلت في السوا. وبعدين هنحط الملح والفلفل الاسود. وهقلبه. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هديله كوبايتين ميه واخليه يغلي غلوه واحده، وبعدها هفضيه في الطاجن عشان ادخله الفرن يكمل بقيه السوا ويعمل وش. كده كوبايتين ميه كبار.
هسيبه لحد ما يغلي وبعد كده هنقله في الطاجن. انا كده سايباه تقريبا دقيقتين بيغلي وهطفي عليه كده. هو خلاص انا نقلت البطاطس في الطاجن على طول، هدخلها الفرن رف الوسطاني تكمل السوا خالص، وبعد كده افتح الشواية بقى تعمل الوش وهنشوف هيقعد قد ايه. ده شكل طاجن البطاطس بصدور الفراخ بعد ما خلص، ويا رب يعجبكم.